مارسن كان تنظيمه جيد جدا على مستوى دولي، وان شاء الله يتكرر الاحداث ديت. ويعني النهارده اثبتنا ان احنا قادرين على استيعاب احداث سياحه رياضيه على مستوى عالي، وان شاء الله تتكرر الفتره القادمه. بالنسبه للمستشفى دي طبعا انا بعتبر نفسي يعني احد الناس المسؤولين عنها واحد الناس العاملين فيها. الحمد لله ان احنا يعني فتحنا المرحله الاولى كان في 15 شهر، المرحله الثانيه بعديها اهو النهارده بنفتحها وبنقطع حاجه الاساس المرحله الثالثه، فان شاء الله تكمل على خير. وطبعا معنا كتير من مؤسسات المجتمع المدني اهل السعيد وقفوا جنبينا من اول يوم جينا هنا، محافظ الاقليم واقف جنبينا من اول يوم، انا بعتبره الاب الروحي للمشروع. الحقيقه المشروع خد 21 شهر، اتكلف 750 مليون جنيه، اصبحت مستشفى كامله على ارقى على مستوى اعلى مستشفيات موجوده في العالم. بقول لك كل اسوياء او ذوي احتياجات خاصه ان الكل يشارك فعلا، ان احنا نساعد مستشفى وكل ده، دي حاجه جميله جدا. وان انت تشارك في يوم رياضي ده حاجه بجد احساس حلو قوي، كسبت او ما كسبتش هو يوم بجد حلو قوي. احنا بندعو بقى من خلالنا احنا ومن خلال احلامنا في هذا المكان كدكاتره ان الناس تستمر في هذا الدعم. وعلى فكره الدعم ممكن يبقى شيء صغير مش شيء كبير جدا، بس كله في الاخر بيصب في ان هي تتطور المستشفى دايما وتحافظ على مستواها. المستشفى بناء من ناحيه البناء بناء انيق مشرق منير، يشجع يعني يشجع الناس اللي بتشتغل هنا على الوجود. فده من ناحية التصميم. من ناحية فريق العمل أنا سعيدة جدا أن معظم الناس من الصعيد بتشتغل، وشايفة الممرضات طاقم الممرضات حاجة والله تفرح، بيتكلموا كده ببراءة وبحب وبتعاطف مع المريض، ودي حاجة تريح طبعا الناس جدا. يعني هو طبعا عمل عظيم بمعنى الكلمة، والحقيقة المستشفى كمان صرح احنا بنفخر بيه كمصريين، ونفخر بيه ان موجود في أرض مصر مكان زي ده ممكن يساعد الناس انها تتعالج من مرض لعين. اي حاجه فيها خير لازم كلنا نعملها دعم كبير جدا، وخصوصا لما بتبقى بتدمج حاجات كتيره جدا، يعني ماراثون يعني رياضه مع الاستشفاء او مع السياحه العلاجيه مع التواجد في السياحه في مدينه زي الاقصر، مدينه عريقه. فالدمج اللي ما بين الحاجات دي كلها بيبقى مشجع جدا. انا بسمع المستشفى الاورمان بس ما كنت متخيله انه فعلا هو مستشفى، انه هو مستشفى انساني يعني هالكثر انساني. انا كنت اتوقع انه مثلا واحد يجي يدفع مبلغ عشان يعالج مبلغ بسيط، بس ما كنتش عارفه انه كل شيء من الاي تو زي فري، اهم اجهزه، اهم نظافه، اهم غرف، اهم تريت حق الانسان. هناك مبادرات خيرية كثيرة لدولة الإمارة في مختلف أرجاء المعمورة، ومصر دائما في القلب، ومن زمان يعني المغفور للشيخ زايد دائما يعني وصانا عليها على مصر، ونحن مستمرين ضمن الماراثون اليوم، وريع الماراثون هذا إن شاء الله بيتجه إلى لمستشفى الأورمان. بشكر زميلة عبير الألفي اللي سافرت الأقصر وقدمت لنا هذا التقرير وصورت هذا الحدث. بنشكر دولة الإمارات الشقيق وأيضا جميع مؤسسات المجتمع المدني اللي بتساهم في الخير.